بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا من جديد وبرنامج حياة المصطفين، البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم من مدينة النجف الأشرف برفقة الضيف الدائم للبرنامج الأستاذ عباس آل وهب الشمري. حكم الله سلام عليكم. حياك الله. سلام عليكم وسلم. الله يحييكم ويحفظكم. مشاهدينا الكرام، بما أننا نمر بأيام مصائب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولا سيما خروج الإمام الحسين واستشهاده في كربلاء، وهذه الأيام عزيزة وعظيمة عندنا، فإننا منذ حلقات نتناول مبحث مهم أسمينا المبحث رحلة الموت المحتم. نتحدث فيه عن رحلة الإمام الحسين والموت المحتم الذي كان عليه وعلى أهل بيته وأصحابه. تناولنا محاور متعددة، وتناولنا في الحلقة الماضية قضية عدم مبايعة الإمام الحسين ليزيد عليه اللعنة وأسباب عدم المبايعة، وقضية الخروج من المدينة. أستاذ عباس، ذكرتم قضية مهمة، قلتم أن الإمام الحسين قد تم استفزازه. هذا الاستفزاز كان أحد الأسباب التي أدت بالإمام الحسين بالخروج مع الأهل والعيال. طيب، هذه القضية نبدأ، هي نقطة البداية. قد يسأل سائل، تطرقنا إلى القضية جزئيا في الحلقة الماضية، وهو بقاء الإمام الحسين في المدينة، هل كان يمكن أن يبقى الإمام أم لا؟ وبعد ذلك بداية الرحلة كانت من المدينة، والتفاصيل سنمر عليها إن شاء الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا المرتكز الذي ذكرناه في قضية الاستفزاز هو أن يزيد عندما طلب من والي المدينة البيعة له من الإمام الحسين وأيضا من عبد الله بن الزبير ومن آخرين، قرن عدم البيعة بالقتل، يعني أنه إذا لم يبايع البيعة فيقتلى ويبرد إليه برأسيهما. طيب، وهذه القضية طبعا هذه القضية كبيرة، يعني هذه معناها وجود الإمام في هذا المكان من دون أن يكون قد بايع معناها بأنه يتعرض. ولا يمكن أن لا يكون هناك ردة فعل. طيب، ويبدو أنه الإمام الحسين عليه السلام كان يجد بأنه الفرصة مواتية للنهضة، بمعنى أنه هناك فرصة لأن تعيد الأمة حساباتها وأنه تنقذ نفسها، خاصة وأنه هي أمام متغير جديد أصبحت فيه السلطة أو ما يطلق عليه بالخلافة، أصبحت الخلافة قضية توريث. أستاذ عباس، إذا تسمحون هذه النقطة. نعم. دائما تذكر أن الإمام الحسين وجد أن الفرصة مؤاتية، هذه متى وجدت؟ مو لنفسه للسلطة، لا عادة تذكر بهذا الشكل، مرة تذكر الفرصة مواتية وكأن الإمام الحسين هو يريد سلطة، يعني وجد فرصة، لا هو وجد فرصة للإصلاح في أمة جده كما ذكر. هذه القضية متى وجدها؟ عند تولي يزيد أم عندما هدد بالقتل؟ في الفترة، لا الفترة، فترة البعض يقول لأنه هدد بالقتل فقام للنهضة. لا، الآن الإمام الحسين عليه السلام عملية الانتقال من سلطة، طبعا سلطة معاوية سلطة شديدة جدا، صحيح، واستطاعت بأنه تتجذر في الأرض لأنه قاد الناس بالحديد والنار وبالأموال، فدانت له جميع الأمصار. طيب، هذا الأمر لم ينتقل إلى يزيد؟ لا ينتقل، هذه القوة لا ينتقل بهذه البساطة. هو عندما نقول تغير، يعني يعلم الجميع أنه هذه التغيرات السياسية تمثل يعني حالة أو فجوة يمكن أن تتخلل خلالها كثير من المتغيرات، يعني لا يوجد انتقال بهذا الشكل. نعم، عندما تثبت قضية التوريث، يعني نحن أمام ما هو المتغير الرئيسي؟ المتغير الرئيسي أنه الخلافة في هذه المرحلة، قبل ذلك كان يدعى هكذا بأنه توجد سابقة، المسلمين صحيح يبايعون، يختارون من بينهم وإن كان شكلية أيهم الأصلح، بهذا الشكل هو النظام الذي اعتمد. نعم. وأنها القضية شورى، قضية الشورى، الآن جاءت قضية توريث، يعني انتزع حق أهل البيت، انتزع حق أهل البيت القائم على التنصيب الإلهي والنص إلى قضية أنه لا، القضية بين المسلمين والسابقين ومن بيدهم الحل والعقد ومن هذه الأمور، فانتزع منهم الأمر.
الآن هذا القضية التي أطلق عليها الشورى، أنا لا أريد أدخل في التفاصيل، أخذ المصطلح لأن حتى مفردة الشورى هي لم تتم. دخلنا في ماذا الآن؟ في منطقة التوريث. منطقة التوريث هذه جديدة الآن، نحن نتلقاها لأننا يعني تشبعنا بها تاريخيا. طيب. فبدأنا في المدارس ندرس كيف أن مثلا فلان أخذ الخلافة من أبيه، وأن هارون الرشيد أوصى لابنه، والقضية تمت وكأنما هي واقع حال. لكن في مرحلة معاوية كان التأسيس، لذلك كان معاوية يحاول أن يمهد ويخطط لغرض تثبيت هذه القضية. في هذا المضمار إذن توجد لنعبر عنها بأنها فرصة مواتية لعملية التغيير، لأنه الناس الآن في صدمة. بغض النظر عن أن الإمام هدد بالقتل أم لم يهدد، الإمام هدد بالقتل إذا لم يبايع. لو أن الإمام ترك لم يهدد بالقتل، لا اترك موضوع القتل. طيب. لو أن الإمام كان لا يجد الفرصة، وأن القضية بالذات كما حصل عند معاوية، فيتقي ويبايع. نعم. فإذا قضية التقية الآن اختلت، يعني الآن كأنما الأرضية ليست لا يصلح معها قضية أن تتقوا منهم تقات، بينما مع معاوية كانت موجودة. طيب. مع غيره ممن ثبتت لهم الأرض، أو الأرض ثبتت تحت أقدامهم، كانت أيضا موجودة قضية التقية. تكليف الإمام انتقل بالانتقال، هذه قضية الوراثة جعلت الإمام ينتقل من حالة التقية إلى حالة، أنا أقول الأرضية، يعني أقول تكليف، لأنه أنا لا أعرف من الذي هو الإمام، هو يحدد تكليفه. طيب. طيب. الآن عندما نتحدث عن الإمام نتحدث عن قراءة للوقائع كما هي. نعم. وقراءة أخرى للغيبيات كما هي. طيب. الآن في القراءة الواقعية واقعية ظاهرية، أنه البيعة ليزيد ما كانت لتتم، بدليل أنه الأمصار كثير منها لم تبايع، وبدليل أنه يزيد اضطر بعد ذلك، حتى بعد واقعة كربلاء حصلت عندنا واقعة الحرة، يعني صحيح. معناها المدينة بقيت عندها إشكالات، مكة عندها إشكالات، في الكوفة مشاكل. فإذا الجميع لم يتقبل فكرة أن يكون الدين وراثة، لأنه الدين عندما أسس رسول الله صلى الله عليه وآله دولة إسلامية لنعبر عنها، أسست على عدم توريث، أسست وكان الخلاف في البداية هكذا حصل، أسسها الرسول الأكرم على أنها دولة نص، صح، بدليل حديث الغدير، حديث المنزلة، جميع هذه الأشياء تشير إلى النص. الذين حاولوا أن يلتفوا على هذا موضوع النص قالوا بالشورى، نعم، ذهبوا إلى قضية الشورى. طيب. ذهابهم إلى قضية الشورى الآن أيضا تركز لدرجة أن مبايعة أمير المؤمنين نفسه حصلت بذات السياق، كأنما الناس هم جاءوا، يعني لم يعتمدوا، لم يقولوا لأمير المؤمنين بأنه يبايعك امتثالا لأمر الرسول في الغدير وما إلى ذلك، منصب من الله. نعم. وإنما أرادوا على ذات السياق، على ذات السياق. طيب. ومشت الأمور بهذا، وهذه أعتقد عملنا عليها حلقات. صحيح. لأنه كيف صحيح. نفهمها، لأن أيضا هذه من اللي نقول من المتغيرات المهمة اللي يجب أن تدرس في قضية النص والشورى. الآن أمام متغير جديد وعنيف في وقته، الآن لا نراه عنيفا صحيح، لكن في وقته عنيف جدا. صحيح. لماذا؟ لأنه الآن أصبحت الدولة ما تعمل بنظام الشورى، أصبح الابن يرث الحكم من أبيه، وأصبحت الآن ملوكية على المستوى الظاهري، تم تأسيس قضية الشورى. إذن وهذه أخطر، هل يتقبلها؟ باعتبار كمنهج إسلامي هذا أمر يعتبر أخطر من قضية نظرية الشورى. لا، الآن هي كلها مخالفة للمنهج الإلهي. صحيح. سواء كانت أخذت طابع الشورى أو لم تأخذ طابع الشورى، الفكرة مهنة، الفكرة بأنه هل يمكن إحقاق الحق أو الإصلاح ضمن هذه المتغيرات عندما تحصل. طيب. وهل دور الإمام الموجود في ذلك الوقت بأنه يتحسب ويتقي أم يبادر باعتبار أنه توجد فرصة؟ يعني التقية لا تستطيع أنت أن تفعل التقية إلا في حالة واحدة، أنه لا توجد أصلا فرصة. وأما إذا وجدت فرصة وفرصة راجحة، باعتبار أنه الآن الإمام الحسين كم من الرسائل جاءته؟ كثير الرسائل، وكم
كيف أن الناس لو أنهم ما خذلوا الإمام الحسين لا يبقى حكم لا ليزيد ولا لسوى يزيد. فإذا نحن عندما نقول بأن الإمام الحسين لأنه خشي القتل نقول لا، لو كان يخشى القتل بمعنى أنه المتغير الذي جعله يعني ينهض هو خشيته من القتل، هو كان أمامه أن يبايع وهذا مكفول إذا كان الظرف والتقي. لكن الإمام الحسين وجد بأنه الظرف مواتي، مواتي لأن يبعث الروح في الأمة وأن يغير تغييرا حقيقيا. الآن الإشكالية اللي انوجدت ودائما تذكر بأنه الإمام الحسين كان ينص على أنه سيقتل وأنه صحيح. وأن الله شاء أن يراه قتيلا ويراه صحيح. هذه الفكرة، هذه الفكرة ليست دراسة للوقائع وإنما هذه إخبار غيبي صحيح. الإمام الحسين الفعل الذي قام به قام به على وفق المعطيات الواقعية واقعية ظاهرية، وهذا صحيح. هو دور الإمام لا. ودور الرسول أيضا، يعني الرسول عندما كان يتصرف كان يتصرف ضمن الوقائع. أما موضوع الإخبار عن الشهادة فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر قضية ليبين قضيته. طيب سر عباس، نبقى في قضية المدينة و نعم. عدم المبايعة على يزيد وأنه هدد بالقتل، فلنقل الإمام قرر أن يخرج. نعم. التاريخ يذكر شخصيات نصحت الإمام الحسين بعدم الخروج، شخصيات نعم. لها وزنها نعم. لها واقعها الاجتماعي الكبير نعم. أمثال ابن الحنفية وهو نعم. أخو الإمام نعم. ابن عباس ابن عمر. طيب هذه الشخصيات كيف كانت قراءتهم للأمور والإمام كيف أجابها؟ يعني أولا إحنا عندنا الشخصيات هذه كل واحدة تطرح منهجها، منهج خاص بها، منهج خاص بها. يعني مثلا حتى ابن الحنفية، نعم ابن الحنفية، ابن الحنفية عنده يعني توجد في مشكلة بحثية جدا عالية مع ابن الحنفية، لأنه محمد ابن الحنفية لو أخذنا نصيحته للإمام الحسين وأنه هو يقول فيها بأنه ما يدخر النصيحة لأحق من الإمام الحسين وأنه هذه النصيحة كأنما يغلفها كهدية طيب. ثمينة أنه يقدمها للإمام الحسين. اسمح لي أن أقرأ منها حتى نعم. يتضح المعنى، لأنه إحنا أيضا عندنا مشكلة عندما نحاول أن هي القضية سيد عباس مو قضية أنه ابن حنفية ابن عباس، لكن ابن حنفية يعتبر من الدائرة المقربة من عائلة بني هاشم أخو الإمام، هو أخو الإمام المفروض هو مطلع على تفاصيل الأمور على دقائق الأمور نعم. والبعض يتحدث بطريقة غير ما فهمت من كلامه. إحنا الإشكال أين يكمن؟ شوف لاحظ محمد بن الحنفية ممكن أن يشكل منفذ للطعن في التنصيب من الله في الإمامة. فإحنا مو القصد أنه تحافظ على شخصية لأنها تنتمي إلى أهل يعني تنتمي إلى دائرة أهل البيت المقرب. نعم صحيح. يعني محمد بن الحنفية الجميع يعلم بأنه هو ابن أمير المؤمنين. صحيح. ويقينا بأنه تلقى كثير وكثير من الإفاضات العلوية مؤكد وكان يحارب مع أمير المؤمنين في صحيح. إذن نحن أمام شخصية، الآن هذه الشخصية إما أنها تعلم بأنها تتحدث مع إمام، لماذا قلت لك بأنه يشكل منفذ لا بد من معالجته؟ محمد بن الحنفية أولا توجيه نصح للإمام بهذه الطريقة يفترض بأنه يحلل. أنت إما أنه تعلم من الإمام أمير المؤمنين بأن ومن قبله من رسول الله، لكن هو لأنه ابن أمير المؤمنين أن الحسين بأنه تعلم بأن الحسين هو الإمام المفترض الطاعة طيب. والإمام المتبوع صحيح. والإمام المفترض الطاعة لا ينصح بالمعنى الذي يعني الإمام يتبع مو ينصح. طيب الآخر ممكن يقول لك طيب إذا هو محمد بن الحنفية ضمن الدائرة المقربة صحيح، فهذه المعلومات عنده، إلا إذا قلنا بأنه كان مزاحما. يعني محمد بن الحنفية أولا لم يلتحق، هسه الآن اللي قالوا بأنه لا محمد بن الحنفية كان قد قيل بأنه أصيب بالعمى وأصيب بكذا، لكن أيضا توجد عندنا بعد ذلك سنجد بأنه هناك اتصل محمد بن الحنفية مع الدولة الأموية بعد مصرع الإمام الحسين. هذه القضايا عندما تبحث لا نبحثها لأننا نريد أن نقيم شخصا. يعني أنا لو كانت القضية مثلا في قضية محمد بن الحنفية
لا تعتبر منفذا للقول بأنه كيف بشخصية مثل محمد بن الحنفية لا تعلم بأنه هذا هو إمام المفترض الطاعة وعليه أن يتبعه. هسه البعض سيقول لك لا هو كان يعلم، لكن هذه النصيحة كانت مثلا عادة عند العرب أنه يتحدثون فيها. هنا ستواجه مشكلة أخرى، مشكلة أيضا لها علاقة بالتحليل، هي تحليل نفس الوصية، لأن مرة الوصية نابعة عن حزن، كيف مثلا أم سلمة رضوان الله عليها أم المؤمنين عندما تحدثت مع الإمام الحسين وأنها ترغب في عدم أن يخرج لأنه تحسبه مقتولا وأنها عندها الخبر من رسول الله، فهي لا تريد أن يحصل هذا الموقف، فهذه القضية لها علاقة بالحزن ولها علاقة بالعاطفة. لكن لو كانت أم سلمة، لو كانت أم سلمة يعني لديها علم مفتوح لها الجهاد وهي في عمر الجهاد كانت خرجت مع الإمام، فعدم خروج محمد بن الحنفية أيضا يشكل ظاهرة. الإمام الحسين لماذا من مكة يرسل رسالة، يعني بعد هذه النصيحة يرسل رسالة إلى محمد بن الحنفية؟ لاحظي يعني كأنما هو له السيادة فيما عندما خرج الإمام الحسين بقي بنو هاشم كبيرهم محمد بن الحنفية. صحيح. فعندما يقول من هو يقول إلى محمد بن الحنفية ومن قبله من بني هاشم، ومن قبله يعني الذين يكونون معه صحيح ويسمعون منه، أما بعد فمن لحق بي استشهد ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح، يعني هذا حظ على أنه الحق بي. لاحظ الإمام الحسين لنفكر بهذه الطريقة، الذين نصحوه سواء كان ابن عباس أو سواء كان محمد بن الحنفية سواء كان ابن عمر، ما معنى أن تنصح لا أم سلمة تختلف، ما معنى أن تنصح إماما ولا تتبعه؟ أنت عليك أن تتبع الإمام عندما يتحرك. صحيح. خلينا برسالة إلى رسالة محمد بن الحنفية. خلينا باعتبار أنه محمد بن الحنفية مثل ما ذكرت من الدائرة المقربة، ابن إمام، أخو إمام، المفروض يعرف أنه الحسين هو إمام مفترض طاعة. طيب عندما سمع بأنه الإمام الحسين يعني محمد بن الحنفية بأنه الإمام الحسين يريد الخروج إلى الكوفة قدم عليه وقال يا أخي أنت أحب الناس إلي وعزهم علي، ولست أدخر النصيحة لأحد من الخلق أحق بها منك، تنحى ببيعتك عن يزيد بن معاوية. الآن راح نلاحظ بأنه محمد بن الحنفية يعطي استراتيجية تخطيط، هذا التخطيط يبينه لمن؟ لإمام معصوم يفترض بأنه له حق الطاعة عليه، والإمام المفترض الطاعة لا يقدم بين يديه إلا إذا طلب، والطلب مبني أحياناً على أساس بيانات، يعني أحياناً الإمام أو الرسول المعصوم يستشير أو يبين لأغراض معينة ترتبط بتنبيه الأمة على بعض الشخصيات أحسنت. على قضايا معينة، على كيف تدار الأمور، لكن المبادرة لنصيحة للرسول أو للإمام فيها إشكال خاصة فيما يتعلق بكيفية التصرف، لأن هذه إذا كيفية التصرف معناها إما الإمام معصوم وأنت تعلم بأنه معصوم، يعني الآن أينا يجازف لشخص يدافع عن عصمته ويؤمن بعصمته في إعطاء النصيحة؟ صحيح. لذلك قلت بأنه محمد بن الحنفية يبدو بأنه كثير من القضايا يعني كان يختلف فيها، يعني اعتقاديا عنده اختلافات ممكن فيها، فلذلك يجب دراسة هذه الشخصية دراسة متأنية بغض النظر، يعني مو دراسة للتوثيق أو هي شخصية لها قيمة مرتبطة بأنها يعني متعلقة تماما بأهل البيت، لكن في نفس الوقت تاريخيا يجب دراستها، لأنه أنت الآن أمام احتجاجات مرتبطة بالعقائد، فمو لأجل مثلا شخصية معينة ممكن أن تطيح بالعقيدة الحقيقية والراسخة، لأنه كثير يعني عندك كثير من الشخصيات ما إذا ما كان عليها نص من الله ورسوله فهي قابلة لأن تكون على صواب أو على خطأ. خارج سياق المعصومين ممكن مناقشة أي شخصية. أستاذ عباس وصلنا إلى وقت الفاصل إذا تسمحون، بعد الفاصل نعود ونبدأ مع رسالة محمد بن الحنفية. مشان الكرام فاصل قصير ونتواصل معكم في هذه الحلقة من برنامج حياة المصطفين، ابقوا معنا.
لم يزل يومك غضا كربلاء شامخا يسمو وإياه الإباء سامقا فهو إلى العز وجود خالدا فهو إلى الدين بقاء أي يوم ولد الإسلام فيه من جديد وتهاوى الأدعياء وتعالى خافقا في الأفق لكن بعدما سالت من السبط الدماء قتلوه وهو ظام فاستحالت أرضها تبكي عليه والسماء حينما ثار على الظلم حسين رام إصلاحا أبته الأشقياء ورأى الأمة في أمر مهول سامها بالذل قوم طلقاء فاغتدى يحمل في كفيه قلبا ملؤه الحب إليها والوفاء بطل شهم كمي ليس يخشى فهو من حيدر صنو وانتماء حوله الفتية من آل علي وصحاب أتقياء أوفياء طلقوا الدنيا هياما واشتياقا للقاه فهنا طاب اللقاء رسموا في يوم عاشوراء دربا لم يزل يقفو سناه الشهداء ها هنا في كربلاء الطف سر ليس يخفى بينته الأنبياء لا يموت الحق مهما قد تعالى غشم الظالم واشتد الشقاء وستبقى هذه الذكرى كشمس لا يواريها سحاب أو رداء لا يواريها سحاب أو رداء. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام مشاهدي قناة كربلاء الفضائية في هذه الحلقة من برنامج حياة المصطفين. قبل العودة إلى ضيفي ننوه إلى أرقام الهواتف الخاصة بالبرنامج، ستظهر أمامكم أسفل الشاشة، بالإمكان الاتصال وطرح الأسئلة فيما يتعلق بمبحث هذه الحلقة، قضية رحلة الإمام الحسين من المدينة واسميناها برحلة الموت المحتم. أستاذ عباس حياكم الله من جديد. الله يحفظكم أستاذنا. طيب نعود إلى قضية من نصح الإمام الحسين عليه السلام، اسميناهم البعض الثابت تاريخيا وكشخصيات هامة، ابن الحنفية، ابن عباس، ابن عمر، ذكرتم أنه هناك قراءة لقضية نصيحة لكل واحد. يعني مثلا عبد الله بن عمر كان عندما ينصح ينطلق من منطلقات معينة بأنه الإمام الحسين يعني ليس معصوما، بل بالعكس كان يسعى إلى أن الإمام الحسين يبايع، لأنه الحراك يعني حركة الإمام الحسين واقعيا كانت تفيد بأنه النصر سيكون له. فما أحيانا يأتي تثبيط، يعني نصيحة لكن على شكل تثبيط، يعني محاولة للي الإنسان عن مكانته. وإن كانت مثلا عبد الله بن عمر أشار في بعض الإشارات إلى أنه كان لديه إحاطة بالأنباء الموجودة من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بأن الحسين سيقتل بخروج الإمام ومقتل الإمام، يعني لأنه هو كان من يروي الحديث، يعني من رواة الحديث ومن أكثر الناس رواية للحديث، فمعناها كان عنده شغف في أن يعرف ما هو موجود من أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الجانب. أعود إلى رسالة محمد بن الحنفية. طيب. وقلت بأنه محمد بن الحنفية أهميته تكمن في هذه النقطة، يعني مرة الناس تبدأ بدراسة الشخصيات والرجال وكذا، يعني كدراسة للرجال أو لنقل الحديث، مرة لا، القضية مرتبطة بالعقيدة، لأنه إذا كانت الشخصية هذه مقربة تماماً للمعصوم ومن الدائرة الأولى المحيطة بالمعصوم، فهذه الدائرة
إذا كانت تعطي إشارات وتفيد بأنه هي لم تفهم قضية الإمامة على الفهم الواقع الذي أثبته رسول الله صلى الله عليه وآله، أثبته الذكر الحكيم، أثبتته أحاديث أهل البيت، ففي هذه الحالة يجب مراجعة هذه الشخصية، وإلا ستعتبر منفذ لتقوير يعني لإلقاء الشبهات على العقائد الحقة. لأن عندما نتحدث نحن عن العصمة لا نتحدث عنها باعتبارها قضية منحت لشخصية تكريما، وإنما نتحدث عنها بوصفها واقعا قرآنيا واقعا رساليا، يعني الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أثبتها. وإلا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عندما يقول كتاب الله وعترتي لا يفترقان، هذا عدم الافتراق من مقتضاه بأنه كما أن الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكذلك العترة وأهل البيت. فهنا ينصح فيقول له تنحى ببيعتك عن يزيد، يعني لا تبايع كما أردت. طيب. وعن الأمصار، يعني أيضا كأنما يقول للإمام خذ لك يعني مكان تختفي فيه فلا تكون ظاهرا لا من هذه الجهة ولا لا تبايع، وما الذي تفعله مختفي. ما استطعت تنحى عن الأمصار ما استطعت، بمعنى أنه تبقى فقط الاتصال بالخواص. ثم ابعث رسلك إلى الناس، ثم ابعث رسلك إلى الناس فادعهم إلى نفسك، فإن بايعوا لك حمدنا الله على ذلك، وإن أجمع الناس على غيرك طيب لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك، يعني ولا عقلك بمعنى التصرف، يعني لا التكليف اللي هو تكليف من الله ينقص، أنت أديت تكليفك في قضية الإرسال إلى الناس، ولا ترمي بنفسك مثلا كأنما إلى التهلكة. فإذا هذه الرسالة تشير إلى رسالة موجهة إلى شخص عادي يمتلك قيمة، يمتلك كذا، بس ليس شخصا مرتبطا بالوحي السماوي، ليس شخصا مرتبطا بالعصمة، ليس شخصا موكول إليه من الله تبارك وتعالى أن ينير طريق الناس ويهدي الناس ويرشد الناس عموما. طيب. ويذهب به مروءتك ولا فضلك، إني أخاف أن تدخل مصرا من هذه الأمصار وتأتي جماعة من الناس فيختلفون بينهم، فمنهم طائفة معك وأخرى عليك فيقتلون، فتكون لأولى الأسنة، فإذا خير هذه الأمة كلها نفسا وأبا وأما أضيعها دما وأذلها أهلا. في هذه العبارة الأخيرة يشير إلى مقام الإمام عليه السلام، وهو حق بأنه هو خير هذه الأمة وخير خلق الله، لكن في نفس الوقت نقول بأنه هذه النصيحة من محمد بن الحنفية إلى الإمام الحسين كان الأولى بها أن فقط يستمع لما يريده الإمام ولخطة الإمام وكيف يكون جنديا بين يدي الإمام، هكذا هو المفروض، خاصة من شخصية لها هذا الوزن العالي. لأنه لا نعلم هذه الشخصية لو أنها قالت للإمام أنا أخرج معك، من الذين كانوا سيخرجون؟ ونحن قلنا بأنه الخطاب من الإمام أنه من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. إلى محمد بن حفية هذه دعوة إلى أنه يلحقون به، وأنه لا يمتنعون حتى عن الاستشهاد بين يديه. صحيح. ثم توجد نقطة أخرى في علاقة الإمام الحسين بمحمد بن الحنفية فيما يرتبط بواقعة كربلاء، إنه في أرض في آخر ما كتبه آخر الإمام كتاب. الحسين آخر كتاب موجز ويعني عميق وعجيب، عندما في يوم العاشر أرسل إلى محمد بن الحنفية أيضا ومن قبله من بني هاشم، قال وكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل. هذا فيه هذه الرسالة البعض يفهمها وكأنما الإمام الحسين يعني يقول بأنه الدنيا لا تستحق، لكن توجيه إلى هذه إلى محمد بن الحنفية يفيد بأنه الدنيا لا قيمة لها والآخرة هي الأبدية. فهل الإمام الحسين يحمل في هذا عتاب على أنكم لم تلحقوا بي لأن الدنيا كانت لديكم أثرتم الدنيا؟ لماذا يقول يرسل هذه الرسالة وكأن الدنيا لم تكن؟ يعني هذه التي
فضلتموها على الخروج معي ليس كأنها لم تكن. يعني في لحظة الإمام الحسين مو يتحدث عن أنه كأنما حياته أصبحت ومضة، لكن حياتكم أنتم ومضة، لأنه حياة الإمام الحسين عليه السلام بموقفه هذا لم تعد ومضة أبدا. صحيح. يعني حياة امتدت أبدية، أصبحت ما طول موجودة الحياة الدنيا موجود الإمام الحسين وموجود ذكر الإمام، بل الإمام الحسين يمثل الآن طاقة، يعني طاقة بكل المعاني، طاقة فكرية، طاقة جهادية، كل هذه المعاني موجودة في قضية الإمام الحسين. فلا يمكن أن يرسل هذه الرسالة ليقول بأنه هو هكذا أحس بالدنيا، وإلا أمامه ومن حوله كثير ممن يستطيع أن يقول لهم هذه القضية ويبث لهم هذه المشاعر. لماذا يرسلها ولماذا يعنونها إلى محمد بن الحنفية؟ إذا هنالك قصد أستاذ عباس، إذا هناك قصد وهناك إشارة إلى أنه خلص الاختبار، لكن الدنيا التي لم تخرجوا ولم تلتحقوا به، فهذا معنى بأنه محمد بن الحنفية كان شخصية لها اتجاهاتها الفكرية اللي ممكن أن تكون خاصة، وهذه الاتجاهات الفكرية الخاصة ممكن أن نأتي، لأنه إحنا عندما نقرأ في التاريخ أحيانا سنجد بأنه هناك أيضا محمد بن الحنفية بعد ذلك مع الإمام زين العابدين تبدأ قضية أيهما أحق بالإمارة أو بالخلافة أو بالولاية أو قل ما شئت من هذه المعاني. طبعا هذا يعني بأنه محمد بن الحنفية يزاحم صاحب الناس، فهو لا يؤمن بالناس المزاحم، إلى أن أصبحت القضية بأنه يذهبون إلى الحجر الأسود، يعني توجد مثل هذه المرويات، ويعني بطريقة المعجزة تثبت ولاية الإمام أو إمامة الإمام زين العابدين. طبعا الذين قالوا بأنه نفسه محمد الحنفي كان يريد، لحظة هنا تتدخل القضايا المرتبطة بأنه تريد أن تعطي معنى معين، لكن مع ذلك حتى لو ثبتت هذه المعاني، الآن الذين يقولون بأنه محمد بن الحنفية كان يمثل الخط الإمامي الرصين الكذا الكذا، فهذه القضايا ستبقى مفتوحة أمامهم، عليهم أن يعالجوها. هذه فيما يتعلق طبعا لنقول النصيحة الأولى لموجه. طيب عندنا نصيحة أخرى من عبد الله بن عمر. بن عمر، عبد الله بن عمر كانت نصيحته ممكن أن نختصرها بهذا الشكل، يعني كانت أنه أيضا لما علم بخروج الحسين لحقه على مسيرة ليلتين، يعني مو مباشرة توجه إليه، مو قبل ما يخرج، بعد ما خرج، يعني تعنى للوصول إليه، فقال أين تريد عندما التقى به، الآن في صيغة سؤال أين تريد، قال العراق، قال لا تأتهم، قال عليه السلام هذه كتبهم وبيعتهم، يعني أنا مو ذاهب يعني بطريقة يعني هكذا عشوائية، لا يعني يتبع معطيات معينة، يعني مصر من الأمصار يأتيك ويبعث إليك الرسائل ويقول لك أنا أبايعك. الإمام في هذه الحالة أصبح تكليفه الإلهي بأنه يستجيب إلى الناس، الناس تريد تغير، الفرص مواتية للتغيير، تريد الإصلاح، فكيف يمتنع عنهم الإمام الحسين؟ هذا يفترض بأنه الإمام الحسين لو كانوا الناس فعلا مخلصين كانوا يؤيدونه ويذهبون معه لما يريد، لكن الآن قضية موضوع النصيحة وما إلى ذلك لها أبعاد معينة، وإلا باعتقادي أن من يؤمن بإمامة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كمحمد بن الحنفية وسوى المفروض يلتحق به مباشرة. صحيح. قال ابن عمر إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. طيب. وإنكم بضعة منه لا يليها أحد منكم أبدا. هذا منهج. بمعنى؟ يعني بمعنى هذا الأمر لن يتم لكم، لكن كيف بماذا أسبغه؟ بقضية كأنما إلهية، إنه الله لأن خير النبي بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. طبعا ما معنى اختار الآخرة؟ النبي
عندما اختار الآخرة. قضية التفاف على المعنى الحقيقي أستاذ عباس، هذه يعني طبعا تصريحه هذا باعتبار أنه تم اختيار الآخرة له ولكم. نعم، هو مو فقط له ولكم، وإنما الآن الخلافة المنصوب من الله فيها كرسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت، والعفو الرسول ليس خليفة لكن هو يخلفون الرسول. نعم. لكن قضية الولاية المنصوب فيها من الله، هذه القضية لا تمثل حكما دنيويا أصلا، حتى تقول له لا يليها أحد منكم، الرسول وليها، يعني الرسول هو الولي، وهذه الخلافة هي خلافة للرسول، يعني الرسول كان في هذا المقام والخليفة يأتي يلتحق به، فكيف جاز له أن يقول بأنه الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة؟ يعني أنكر ولايته مثلا الرسول؟ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كان هو الولي، كان هو المتصرف وهو الحاكم في بين على المسلمين، فكان يأمر ويطاع، والمسلمون كانوا يتبعون الرسول وبايعوا الرسول. فإذا هو عندما يقول له بأنه أنت بضعة منه وأنكم أهل البيت وأنه أيضا الله اختار لكم الآخرة، هنا ربط قضية الخلافة، خلافة الرسول بأنها غرض دنيوي، هذا في حد ذاته ناشئ عن مفهوم الخاص والمنهج اللي انطلق به أصلا. صحيح. من أنه هذا مقام دنيوي وسلطة دنيوية ولا علاقة لها بالدين، لا بتنصيب ولا نصب ولا ذلك، والذي يريدها يعني كأنما هو ملك من ملوك الدنيا ويعيش في هذه القضية. هذه غاية التناقضات التي تطرح لأجل الوصول إلى غايات معينة، وإلا ضرب المثل بالرسول وأن الله اختار له الآخرة، ما معنى أن الله اختار له الآخرة؟ يعني الله تبارك وتعالى قال لرسوله ولا الآخرة خير لك من الأولى، الآخرة خير بما عد الله لرسوله من النعم والفضل والمقام المحمود وما إلى ذلك، هذا المعنى، مو أن الله تبارك وتعالى لم يفرض طاعته على الناس في الدنيا، لا، وأنه لم ينصبه وليا على المؤمنين وعلى الناس في الدنيا، هو ولي المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أين في الآخرة أم في الدنيا؟ في الدنيا والآخرة. لا يوجد عندنا الآن مبرر لهذا القول إلا قضية واحدة منهجية، بأنه أنت تتجه يعني كأنما لزعامة أو رئاسة رئاسة دنيوية فاتركها، هذا المعنى أصلا أجنبي عن قضية الإمام الحسين. طيب، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم فارجعوا، لأن هنا أيضا دفاع عن ماذا صرفه الله. نعم، لأنه هو يتحدث بملء الفم أستاذ عباس ويقول الله صرف عنهم، مو هذا المبدأ نفسه كان يقول به السابق أبوه، كان يقول بأنه الناس ما أرادت أن ترى الخلافة والنبوة في بني هاشم فقط أو في بيت واحد، وكأنما القضية هي نزاع قبلي. نعم، هم ساقوها بأجل النزاع القبلي لكن هي لم تكن كذلك. فإذا من هذه الناحية، أولا أن يرحل شخص مسافة يومين لأجل أن يعطي هذه الكلمات للشخص، هذا يعطيها لأنه ما كان يريده أن ينتقل. هسه لماذا لم يكن يريده أن يتحرك؟ بالنسبة لي أنا أجد بأنه حسب القراءة الواقعية كان يرى بأنه توجد إمكانية للانتصار. في نفس الوقت أيضا توجد روايات، وهو قلنا بأنه كان راوي فلديه روايات، ولا بد وأنه عنده ما ذكره الرسول الأكرم في قضية الإمام الحسين، هل كان يحملها الآن؟ نتساءل، هل كان يحملها محمل الجدي واليقين والقناعات التامة؟ طبعا لو كان يحملها محمل يقيني فالرسول عندما يقول وينبئ بأنه الإمام الحسين يقتل والإمام الحسين يعني تتكالب عليه ذؤبان العرب، وأنه هذه القضايا هي دعوة من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لمن يعاصر ذلك الوقت على أن يذبوا عن الإمام الحسين. صحيح، يعني فكرة بأنه الإمام الحسين، لأنه الرسول أنبأ أو ورد في بأنه كان يقبل الإمام الحسين مثلا في منحره، وأنه كان يقول بأنه ابني هذا مقتول، هذه كلها رسائل للأمة،
لكن هذه القضية مو الأمة تأخذها باعتبار بأنه جانب عاطفي قال إنه مقتول فعلينا أن ننصحه بعدم الخروج وننعزل. هي أصلاً البداية من هنا، البداية منهجية قبل أن تكون يعني مادية واقعية، لأنه الناس حراكها دائماً منهجي. فعندما تجد شخصيات كبيرة تقدم نصح ولا تقدم خطوات باتجاه الاتباع والمناصرة والمؤازرة، قطعاً هي في حد ذاتها الجماهير ستتخاذل، لأنه كل شخصية من هذه الشخصيات طبعاً لها جمهورة، لها جمهورة وتواعها. نعم صحيح. يعني أنت لا تتوقع بأنه عندما يقال مثلاً هذا الشخص له قيمة، يعني له قيمة كما نقرأ الآن في التاريخ، لا، في ذلك الوقت يعني له أنصار يتحركون، شخصية مثل ابن عمر ابن عباس ابن الحنفية لهم أتباع، ابن الزبير كلهم كانوا لهم أتباع وإلهم. طيب أنصار عباس، هذه قضايا متعلقة بخروج الإمام الحسين. نعم. أيضا هنالك نصائح أتت للإمام عليه السلام بعدم إخراج العيال. نعم. هذه كيف نقرأها؟ سبب إخراج العيال والنصيحة لم يأخذ بها الإمام لماذا؟ يعني أولا هسه أنا قضية النصوص المرتبطة بأنه لا تخرج معك العيال وما إلى ذلك، هذه القضية تحتاج إلى متابعة إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن نحن نتحدث ابتداء أنه لماذا الإمام الحسين أخرج عياله معه؟ لأنه الإمام الحسين ما خرج هو مقاتلا أصلا، هو خرج إلى منطقة تبايعه، بايعته، وهذه المنطقة عندما بايعته فستتحول إلى منطقة فيها استقرار. يعني الإمام الحسين مو قال أنا سأذهب وأقاتل ورفع السلاح، تتحدث عن الأمور الظاهرية. نعم، في الأمور الظاهرية، لا بأمور غيبية. نعم. الأمور الآن الظاهرية أنه الإمام الحسين يوجد مصر من الأمصار، بايعه، وبايعه بمعنى قبل الإمام يذهب إلى هذا المكان. نعم. فسيذهب إلى ذلك المكان مع عياله، ظهر الحال لا قتل ولا قتال، هو لم يذهب مقاتلا أصلا. صحيح. الفكرة الآن أصبحت يعني محاولة استرجاع، يعني نأتي إلى ما حصل ونسترجعه. لا، هي الفكرة يجب أن تبدأ بسلسلة الأحداث. سلسلة الأحداث يزيد بوصية أو بتوريث من معاوية، يريد معاوية أن يأخذ له البيعة في وقته، أخذها من كم شخص، ثم بعد ذلك عندما هلك معاوية يزيد كان على رأس السلطة في الشام، بدأت الرسائل وفي محاولة مبايعته من الأمصار الأخرى. بعض الأمصار مثل الكوفة امتنعت، أرسل إلى المدينة ليأخذ المبايعة ممن؟ من الشخصيات التي لها تأثير وممكن أنه إذا لم تبايع سيكون هناك إشكالات كبيرة عليه، يعني مشروعيته ما الإمام الحسين ضمن الوقائع رفض البيعة وقبله، مبدئيا قبل بما ورده من رسائل بأنه هناك أناس تنتظره ولا تبايع ولا تستبدل ببيعته بيعة أحد. الآن حراك الإمام الحسين جدا طبيعي، لا يقال عنه بأنه حراك قتالي، وعبارة نهضة الإمام الحسين هي مو نهضة قتالية. الإمام الحسين ذهب تلبية لدعوة، لنعبر عنها هكذا بالمصطلحات الحديثة، لدعوة جماهيرية، الشعب أو الجماهير أرادت الإمام الحسين بأنه يتولى أمرها وأنها لا تثق بسواه. في ذلك الظرف هذه القضية تمثل بمثابة دولة، يعني الكوفة أو العراق، دولة تعلن بأنها لا تريد هذا الشخص أن يكون حاكما عليها. في أي أدبية من أدبيات سياسية الآن يعتبر الإمام الحسين الآن مو خارج هو مقاتل، هو مو جايب مجموعة وياه وذاهب للقتال، هو ذاهب لأنه الناس رضيت به واختارته، لبى الدعوة. فإذا من هذه الناحية أنه لماذا أخرج العيال، هذه لأننا استحضرنا واقعة الطف وما جرى من محاصرة للأطفال وللنساء، وبدأنا نقول بأنه الإمام الحسين عليه السلام لماذا أخرج هؤلاء وهو يعلم بأنه سيقتل. نقول أولا يعلم بأنه سيقتل مو من ضمن الوقائع المرتبطة بالأحداث، هذه الأحداث بدأت فيها عملية تسارع، وإلا الإمام الحسين حتى للحرص
وللأمان بأنه بقي فترة طويلة الرسائل ترده ولم يثق إلا بعد أن جاءته رسالة مسلم بن عقيل اللي هي يعني بيّنت بأنه القوم يعني صادقين وأنه المبايعة حقيقية. فإذا لا ليس علينا الآن أن نسترجع، يعني بالضبط مثل ناس تدعوك الآن إلى دولة لزيارتها ولأنه هي هناك راح ترحب بيك وأنت راح تكون يعني الشخصية المميزة والمهمة وتدعوك، فأنت لأنه هذا السفر ما فيه أيضا حتى مخاطر يفترض، فأنت تأخذ العيال وياك، إذا بقيتهم الخطر يصير عليهم، لأنه أنت الآن لو نحسبها حساب دقيق راح نلاحظ بأنه ترك الإمام الحسين لعياله ممكن أن يشكلون وسيلة ضغط عليه، صحيح. ممكن بأنه يقتلون يهدد بهم بعد أن يكون في الكوفة، والكوفة تعلن استقلالها مثل ما معركة صفين كانت مثلا بين الشام اللي علن استقلاله، يعني ما رضخ لحكومة أمير المؤمنين في وقتها فبقي محافظ على استقلاله. طيب ماذا لو أنه مثلا أبناء الإمام أو أخوان الإمام موجودين في بلاد الشام في ذلك الوقت؟ صحيح. قطعا راح يستغل العدو مثل هذه الثغرات. فإذا خروج الإمام الحسين بالعيال سواء اعتبرناه على مستوى التخطيط الذي يعتمد المعطيات وأنه لا توجد مخاطر قتالية راح تحصل عندما يصل إلى الكوفة، فيفترض بأنه الوقائع تمشي هكذا، وإلا الإمام الحسين إذا يبدأ يسرد يقول هؤلاء أبقوا لأنه ستقتلون، طبعا هو من البداية قوض الثورة مالته. يعني أنا أتوقع بأنه الإمام الحسين الرسائل التي كانت ترد في قضية أنه سيقتل وأن الله تبارك وتعالى شاء أن يراه قتيلا ويراه نسبائها للمخلصين، يعني مثلا الأم سلمة عندنا مثل هذه الإشارة، عندنا لمحمد بن الحنفية، يعني يعتبر الدائرة المقربة اللي ذولا يعني ممكن أن نقول بأنه ممكن أن يفاتحون بمثل هذه القضايا. أما القضايا الأخرى لو كان يأخذها بطريقة الإعلان للناس فدعوته كلها بعد الناس تقول ما هذه الدعوة. فإذا الإمام الحسين المتغيرات اللي حصلت هي متغيرات في الحقيقة كانت فيها نوع من التسارع، وهذا التسارع في كل لحظة من اللحظات كان يفرض إحداثيات جديدة للواقع. حتى في نفس الواقع يعني في يوم العاشر الخطب اللي ذكرها الإمام الحسين هي خطب كان فيها إلقاء حجة وكان فيها محاولة لأنه الناس إذا ما بايعت أن وردت ما غيرت رأيها فليس عليها أن تحاول أن تجهز على الإمام. فمن هذه الناحية، وطبعا أنا ذكرتها أكثر مرة أنه لا تحدث بالعموم، يعني توجد مجاميع كانت أصلا متآمرة من البداية وتحاول بأنه يعني تكون مع يزيد لكن بالخفاء، وأرسلت رسائل لأغراض معينة قلنا بأننا ممكن أن نتناولها في أثناء يعني سلسلة الأحداث اللي جاء نتعامل بها. أحسنت سار عباس، انتهى وقت البرنامج، لنعود معكم ونكمل هذا البحث، بحث رحلة الموت المحتم للإمام الحسين عليه السلام في حلقات جديدة قادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم. حياكم الله أستاذنا الكريم. الله يحييكم. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة كربلاء الفضائية على المتابعة والإصغاء، لنعود معكم في حلقات جديدة قادمة من برنامج حياة المصطفين. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل في مكتب النجف الأشرف، نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله.